try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. فهاد الفيديو هو تتمة لدائما الحالة اللي خدامين فيها هو كيفاش نحدد مجموعة التعريف. وصلنا الحالة 34، ولكن الحالة 34 هناك خاصية جديدة. يعني شنو هو الحالة؟ قبل ما كناش بحال هاد الحالة. هاد الحالة جديدة تكتب على شكل أ على جذر بي زائد ال واحد العدد، مع العلم ان داك العدد خاصو ينتمي الى اغ نجمه، اغ اطوار. تقول لي علاش اغ نجمه؟ اغ نجمه هي شنو هي بعدا؟ هي الاعداد كاملين ما عدا الصفر. علاش؟ لان الى العدد تساوي لي الصفر اش غنوقع؟ اش يوقع؟ غتبقى لك هي ا ويبقى لي جذر بي، لان جذر بي سواء نزدت ولا نقصت الصفر يبقى لي جذر بي. وهاد الحاله راه ديجا خدمناها، الحاله ديجا خدمناها، قلنا بان بي خاصو يكون اكبر قطعا من الصفر. واش متفقين؟ مي هادي حاله واحده اخرى جديده. متفقين؟ باش نفهموا اكثر باش نخدموا الحاله 34. اول حاجه قلنا تنشوفوا التعبير، يعني تنشوف الداله كي دايره. يعني تبان لي مكتوبه عليها بحال هذا الشكل، يعني ا يعني ا ممكن يكون حدوديه ما يكونش فيه غير الجذر، ممكن يكون عدد، ممكن يكون اي تعبير، المهم ما يكونش فيه الجذر الا كان الفوق، لان شفنا الحالات تاع الجذر وغنشوفهم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. ولكن إذا مشيت للمقام يبان لي مكتوب على هذا الشكل جذر بي زائد ال، ال في هذه الحالة يساوي ناقص واحد. متفقين؟ هادشي علاش قلت لكم صفة عامة. هنا راه ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب، لأنني خدام على اغ نجمة، اغ نجمة في الأعداد الموجبة وفي الأعداد السالبة. شنو هو الشرط عندي هنا؟ مباشرة نمشي ندير ديال اف ماذا تساوي؟ هو اكس ينتمي إلى اغ بحيث ندير الشرط. شنو هو الشرط؟ يعني بداخل الجذر خاصو يكون أكبر أو يساوي الزيرو، يعني ان اكس او كاري ناقص واحد تكون اكبر او يساوي الصفر، و اش هو المقام كامل يخالف الصفر، يعني ان جذر اكس او كاري ناقص واحد مالا تخالف الصفر. بالنسبه لنا بما انها معادله من الدرجه الثانيه، يعني ضروري خاص نمشي نحل المعادله وندرس لها الاشاره تاعها باش نعرف فين كاين التعبير موجب. متفقينش حاجه اكبر من الزيرو تكون موجبه. بالنسبه لهذا التعبير، دائما نحاول نعزل الجذر بوحده، يعني اذا كان لاصق في شي عدد تنحاول نلحق الطرف الاخر كما نشوفوا دابا. ماذا تساوي؟ اكس ينتمي الى اغ اكس او كاري ناقص واحد اكبر او يساوي الصفر، و شنو هو الجذر لاصق حداه؟ ناقص واحد اللح بباب الطرف الاخر هو سالب، من اللح الطرف الاخر سيولي موجب، هتولي هي جذر اكس او كاري ناقص واحد ما لا تخالف هنا واحد. قلنا الخاصية تاع تساوي هي نفس الخاصية تاع تخالف، ولكن تنديرو الرمز تاع تخالف. ارجع للسطر ومشي نحل هاد المعادلة. متفقين؟ لنحل المعادلة. هنا معادلة، اكس او كاري. ولكن قبل ما نمشي نحل المعادلة نمشي ندير واحد اللقطة اللي هي مهمة باش تبقى لكم حل باش ما نكثروش علينا الهضره. متفقين؟ فهاد الطريقه اللي كنت ندير هي صحيحه، ولكن نكثروا علينا الهضره ونزيدوا علينا المراحل. حنا الهدف تاعنا هو نقصوا علينا المراحل ماكسيموم. غنجي نحل هذا البروبليم تاع الجذر. متفقين؟ يعني خاصني نلقى القيمه ديال اكس في هاد الحاله. قبل هادشي هذا درهم عندي منه وغنمشي نحل المعادله كما شفنا في الفيديوهات. لا غنديروا ليها نص اللعيبه اكس او كاري ناقص واحد اكبر او يساوي الصفر، و هنا عندي مشكل الجذر. متفقين؟ عندي الجذر، باغي نتخلص من الجذر اش ندير لي؟ سهله، دائما باغي الى عندكم شي معادله ولا شي متراجحه، فيها واحد الخاصيه بين قوسين تنوصلوا ان شاء الله الى تلاقينا معاها ونوريها لكم. مي دابا خدامين غير في حاله تاع تساوي. مشكله انا عندي هو المجهول ولكن فوق الجذر. باش نتخلص من الجذر في الامر بسيط، نرفع هنا الطرف او كاري، ولكن باش يكون عندي واحد ليكيليبر حتى واحد الطرف الاخر خاصنا نرفع او كاري. ماشي نرفع هنا او كاري عاد نجي نرفع او كاري، لا تنرفع او كاري في معادلات. ترفع الطرف او كاري طبعا الحال الطرف الاخر ترفعه او كاري، وبالتالي هذا او كاري سيدير لي في هذه الحاله غيطير لي الجذر. شحال تبقى عندي؟ تبقى عندي اكس او كاري ناقص واحد ما لا تخالف واحد او كاري. شناهي هي؟ واحد. نحاول نبسط الامور هنا، نحاول نبسط الامور اكثر هنا،
الهدف تاعي هو نعزل اكس، متفقين؟ الهدف تاعي هو نعزل اكس، ما تهمنيش الدرجه واش جوج ولا واحد ولا ثلاثه، مي غالبا الا كثروا كثروا جوج ثلاثه راه قلنا كشنا الطريقات اللي قبل. الهدف تاعي هو نعزل هاد اكس، عندي ناقص واحد انا، ما فهمتش، انا باغي اكس مي باقي راسك حدا ناقص واحد، ناقص واحد اللي حط في الاخر سيولي غيولي زائد واحد، هاي متفقين؟ واحد زائد واحد شحال تتساوي؟ تتساوي اثنين، يعني تبقى لي اش يبقى لي انا؟ يبقى لي اكس او كاري يساوي اثنين، اكس او كاري ماذا يخالف؟ يخالف اثنين، يعني بحال قلنا اكس او كاري تساوي اثنين. ديجا شرحت هاد القضية، قلت لكم أي معادلة تكتب على شكل اكس او كاري تساوي أ، أنا راك درتها بصفة عامة، يعني الناس اللي متبعين معايا راه عارفين اش نكون اش ندير دابا. هنا هاد الحالة ها هو اكس او كاري وها هو أ، أ قلنا عنده شحال من حالة؟ ثلاث حالات، يا اما لك ا يكون اكبر من الزيرو، ا يساوي الزيرو، ا اصغر من الزيرو. فهاد القضيه سهله، اصغر من الزيرو قلنا بلا ما نعاود نقولها دائما بحال هاد الحاله، اصغر من الزيرو هي اف، ما ترددوش. دابا اش عندي هنا؟ عندي جوج، جوج كيدير كبر من الزيرو، طحت في هاد الحاله، من تنطح في هاد الحاله تنقول لي المعادله حلي اللي مش نعم اللي هي اكس تساوي ناقص جذر ا او اكس تساوي جذر ا، هذه في الحالة تاع تساوي، متفقين؟ ولكن انا مني خدام في تخالف، نحيد هذيك الاو وندير بلاصتها هو، لانني خدام في تخالف. دابا التعبير اش يولي؟ فالامر بسيط جدا، نتولي اكس او كاري، ندير حل سهل تنديرو نحل المعادلة. هنا اش يولي؟ تولي اكس ماذا تساوي؟ تخالف عفوا، لان نفس العقلية تاع تساوي نفس العقلية تاع تخالف. ماذا تخالف؟ جذر أ، شناهو أ عندي؟ هو جوج، يعني لأن جوج مالها أكبر من الزيرو، هي جذر جوج، و إكس يخالف ناقص جذر جوج. ها دابا راه بانو لي بعد اللعيبات لي غنحتاجهم، أش باقي خاصني؟ نقاد غير الطرف، الطرف دابا رجع للسطر وندير بحال هاديك القضية لي درت قبيلة، باش بلا ما نطور علينا الأمور، سيسر لينا حل المعادلة إكس أو كاري ناقص واحد، لنحل المعادلة إكس أو كاري ناقص واحد تتساوي الزيرو. ماذا تكافي؟ عرفتي هذه ماذا تكافي؟ أن إكس أو كاري شحال يساوي؟ إكس أو كاري ماذا يساوي؟ واحد، لأن ناقص واحد أنا سالب له حط الطرف الآخر يولي موجب. بنفس اللعيبة اللي قلنا دابا، طحت في إكس أو كاري تساوي أ، هذا أ كيدير؟ كبر من كبر من الزيرو، يعني موجب مباشرة إكس شحال تساوي؟ إكس تساوي جذر واحد اللي هي شحال؟ اللي هي واحد، عرفتين؟ اللي هي جذر أ هي واحد. أو هنا بما أنني خدام في التساوي درت أو، قول خدام في التخالف أش درت ليهم؟ هو ديجا القضية قلت لكم عاودني منكم، راك ديجا قلتها في الفيديوهات اللي قبل. إكس ماذا تساوي؟ عندي هنا ناقص جذر أ، ناقص يعني جذر واحد، جذر واحد هو شحال؟ هو واحد، يعني تبقى عندي هي ناقص واحد، هاي فينا متفقين؟ يعني الامر بسيط. من بعد مني درت لقيت الحلول، نمشي ندرس دول الاشاره لنحل المعادله، اي ان جدول اشاره، هاد جدول الاشاره راه عنده واحد الاهميه كبيره بزاف في الرياضيات، اي ان جدول اشاره اكس او كاري ناقص واحد كالتالي سهله، يعني عندي هنا اكس هنا موال لانفيني هنا بلوس لانفيني هنا درجه جوج، يعني عندي اكس او كاري ناقص واحد. شحال لقينا عندها من الحلول؟ لقينا عندها جوج، واحد وناقص واحد، ولكن دائما في دول الاشارات نحط الحال الصغير، شنو هو الحال الصغير؟ هو ناقص واحد وهنا واحد. تنزل ندير لهاد النقطه الانعدام، هنا الانعدام هنا راه كتشرح في الدرامج في الفيديوهات اللي فاتوا، بلا ما نبقاو عاوتاني يا اختي كنا جالسين، متفقين؟ هنا اش كنا تنقولونا؟ هنا تنديرو إشارة أ، إشارة أ، تهنا تنديرو إشارة أ، عاوتاني هنا تنديرو عكس إشارة أ، متفقين؟ شناهي إشارة أ؟ هي اللي تكون حدا المجهول أكبر درجة، هي اللي حدا إكس أو كاري، اللي حدا إكس أو كاري كيدير إشارة هنا موجبة، يعني أش يكون هنا؟ غيكون هنا بلوس، ويكون هنا بلوس، ويكون هنا موان. هاكاك فين تيتحقق ليا التعبير كبر من الزيرو، تيتحقق ليا على هاد المجال، يعني من موال لانفيني تل ناقص واحد، ومن واحد تالي تل بلوس لانفيني، يعني دابا عندي الامور واضحة،
ولكن ثم ولكن ما ننساش هادو اللي خاصهم يخالفوا ليا اكس متفقين. جد رجوج السهله باش نعرفها امشو الكالكولاتريس ونعرفوها. قلنا امشو الكالكولاتريس هي الكالكولاتريس امشو ونديرو جذر اثنان. جذر اثنان خصنا نعرفو القيمه تاعها باش نعرفو واش كاينه قبل من واحد ولا قبل من ناقص واحد ولا قدام ناقص واحد. شحال تساوي ليا جذر جوج باش نعرفها بالفاصله شحال تندير هاد اللعيبه. اس تكافئ الدي شحال عطاتنا هي 1.41. يعني حنا ناخذو باعتبار بانها 1.5 بس باللي الامور واضحه. يعني بالنسبه لهذه هي 1.41 او بالنسبه لهذه راه باينه هي ناقص 1.41. متفقين؟ غادي نحددهم انا باش تبان الامور واضحه. انا ناخذ ناقص 1.41 تقريبا جات هنا ناقص تقريبا هذه هي ناقص جذر 2. جذر 2 راجعت قدام 1 يعني 1.41 هو 1 1.41 راجعت قدام يعني تقريبا هنا هذه هي جذر 2. متفقين؟ هنا ما بغيناش اكس مع العلم ان فين تتحققوا لي شروط بجوج. ندير مستقيم مدرج باش الامور تكون امور واضحه. ها هو مستقيم مدرج عندي من موالا فيني تلبس لا فيني ونحتاج هادو كاملين. قلنا نحتاج ناقص 1 ونحتاج 1. انا اش بغيت؟ انا بغيت غير هاد المجال يعني من موالا فيني ناقص 1 لانه تحقق لي الشرط الاول اكس اوكاري ناقص 1 كبر من 0 يعني موجب باستعمال جدول الاشاره. وعاوتاني فين قلنا من 1 تالي تا بلس لانفين. مي هنا عندي واحد البروبليم. شنو واحد البروبليم؟ هو انه عندي جوج انتيردي اللي هي جذر 2 وناقص جذر 2 لانهم تعدموا ليا المقام. الدليل على ذلك اذا جينا عوضنا مثلا بجذر 2 جذر 2 اوكاري شحال هي 2 جوج ناقص واحد ليا واحد جذر واحد ليا واحد واحد ناقص واحد هي صفر. وحرام شرعا في الرياضيات وحشومه في الرياضيات المقام يساوي ليا صفر. قلنا المقام تساوي صفر في حاله وحيده اللي هي في حاله النهايات. متفقين؟ يعني بلا ما نبقاو نعاودوا هذا الشيء. قلنا خاصنا فين جانا ناقص جذر 2 فين ناقص جذر 2 جاو ناقص جذر 2 وهنا فين جاني جذر 2 هادو مالهم عدموا لي المقام وبالتالي ما نبغيهمش غنسد على باباهم. ها هما غنسديت عليهم وبالتالي شناهي الدد اف؟ راه الدد اف باستعمال مستقيم مدرج واضحة وضوح الشمس في نهار جميل. متفقين؟ هاهي الدد اف شحال تساوي؟ غتبدا من موالا فين دائما ما راني المجال كدير مفتوح. تالينا نمشي ناقص جذر 2 واش جذر ناقص جذر 2 واش باغية لا ما باغياش وبالتالي ندير المجال مفتوح. اتحاد مين عاوتاني من ناقص 2 ناقص 1 من ناقص جذر 2 عفوا ناقص 1 واش ناقص 1 انا باغي ولا ما باغيش؟ ناقص 1 باغي لانه ناقص 1 جاني نورمالمون من هنا وهنا عندي او يساوي يعني نقول لهم مرحبا بك ندخل واو عندك اتحاد من نبدا او ثاني هادشي راه ما باغيش. متفقين؟ لان هاد البلاصه ما تتحققش ليا الشرط تكون البلاصه سالبه ومستحيل ما بداخل جذر يكون سالب لان اي عدد ناخذ مثلا زيرو الا خدينا مثلا زيرو اوكاري اللي هو زيرو زيرو نقص منه واحد اللي هو ناقص واحد واش كاين جذر تاع ناقص واحد؟ ما كاينش جذر تاع ناقص واحد لان بداخل جذر سيكون موجب. من نبدا او ثاني نبدا من عند واحد واحد من جاني جاني من هنا هنا عندي او يساوي يعني باغي مرحبا بك راني داخل المجال مغلق. تالي نمشي تالينا طلع عند جذر 2 حنا جذر 2 راه ما باغيناش شريره ما باغيناش يعني نسد على بابها. هاهي ندير لها مجال مفتوح اتحاد عاوتاني من نبدا عاوتاني يعني هذا المجال راه هو المجال اللي درت هنا. من نبدا عاوتاني من جذر 2 لبس لانفين. عمركم ما تخلعوا من التعبير يكون كبير دي دو اف تكون كبيرة عمركم ما تتخلعوا منها. الهدف تاعنا هو اي دي دو اف تعطاتنا بسم الله ما كاينش بروبليم يعني لازم تنحاول نخدم بزاف تاع الحالات باش ما يكون عندكم حتى شي مشكل مع شي حاجة سميتها مجموعة التعريف. ونعاود نكرر بان مجموعة التعريف هي اضخم سلسلة تاع كيفاش تحدد مجموعة التعريف. هذه هي دي دو اف ديالنا. متفقين؟ وخا تبان شوية طويلة ولكن ما تتخلعوش anyway. دابا ندوزو باش نفهمو عاوتاني هاد الميثود كتر ندوزو الحالة 35 بصح الصبورة ورجع ليكم.
الحاله 35 يعني تقريبا راه بحال الحاله اللي قبل، غير هنا تلاحظوا بانه كاين الوسط كاين زائد، يعني في الطريقه ما تكون ناقص راه ماشي نفس الطريقه تكون زائد، مع العلم ان الشرط الاول راه تتكتب بحال بحال، هانتوما تعرفوا علاش. نجي لهنا، لهنا اول حاجه ديروا اف اي هنايا، ندير الشرط و اكس ينتمي الى اغ بحيث، بحيث اش شنو هو داخل الجذر، هو اكس او كاري زائد واحد مالو اكبر او يساوي صفر، و واش و جذر اكس او كاري زائد واحد زائد جوج كي خاصو يكون خاصو يخالف، خاصو يخالف الصفر. متفقين؟ هاد القضيه راه ندرسو لها الاشاره تاعها، مع العلم ما حسيتش ندرس لها الاشاره تاعها لانها واضحه احنا نعرفو علاش. نخلينا اكس او كاري زائد واحد اكبر او يساوي صفر، و هنا قلنا الطرف نحاول نعزل الجذر بوحده، يعني الجذر اذا كان بوحده نتحكم فيه، اش يولي عندي؟ يولي عندي جذر اكس او كاري زائد واحد ماذا تخالف؟ عندي هنا جوج، جوج كي دايره؟ موجبه على لوحه الطرف اللي من ليها تتولي، تولي سالبه، تولي ناقص جوج. نجي نشرح لكم واحد اللعيبه هنا. دابا قلنا نفس العقليه تاع تساوي راهي نفس العقليه تاع تخالف، متفقين؟ اجو نديرو بان جذر اكس او كاري زائد واحد تساوي ناقص جوج، متفقين؟ واش شي حاجه لوجيك، واش شي حاجه منطقيه في الرياضيات؟ واش الجذر ممكن يعطيني واحد التعبير اللي هو كيدير صغر من زيرو؟ لا، يعني ما يمكنش، يعني مني ما يمكنش، راه باينه، يعني مثلا يمكنش عندها في الدي دي اف راه باينه، يعني الدي دي اف غير في هذه الحاله، الدي دي اف في هذه الحاله ماذا تساوي؟ هي اخ. متفقين؟ لان ماشي شي حاجه منطقيه بحال نعطيكم مثال، بحال في الحالات اللي كنا قبل كنا تنشوفوا واحد التعبير مرفوع او كاري وتعطيني واحد العدد مثلا ناقص جوج ولا ناقص واحد، تعطيني واحد التعبير اللي هو صغر من الزيرو، ماشي شي حاجه لوجيك، يعني التعبير كما بغى يكون هاد اكس، سواء اكس يكون كبر من الزيرو ولا صغر من الزيرو ما تهمنيش انا هادشي، لان انت نعرف واحد الحاجه في الرياضيات، لانه واخا يكون سالب بالله يطري الباباه مع الاوكاري، لان الاس الزوجي يولي موجب، ما كايناش شي حاجه زوجيه كتعطينا الحاجه سالبه. قلنا هادي راه كاين عندكم كاين حاله في البكالوريا في واحد الدرس سميتو الاعداد العقديه فقط، متفقين؟ شي حاجه اس زوج تعطيني عدد سالب، ولكن في العامه فما يمكنش حاجه موجبه تعطيني شي الاس الزوجي تكون موجبه وتكون سالبه وتعطيني سالبه. مني كانت تخرج لينا هادي قبل في الحالات كنا تنديرو لها، كنا نديرو لها ديال اش هتساوي اف، يعني هادي باينه، هادي كامله هي شناهي هي اغ، متفقين؟ ولكن خاصني نتحقق من هذا الشرط هذا، اكس او كاري زائد واحد خاصو يكون موجب، راه فعلا راه مهما يكون اكس ينتمي الى اغ، راه اكس او كاري زائد واحد راه كبر من الزيرو، عقل على القضيه، يكون عندك واحد التعبير مرفوع بالاس الزوجي، ما تهمنيش انا يكون جوج ولا اربعه ولا سته ولا ثمانيه ولا اللي بغى يكون، المهم خاصو يكون اس زوجي، زدناه، زدناه واحد العدد اللي هو ديجا كبر من الزيرو، فمباشره هي اغ، واش متفقين؟ لان عوضوا خذوا شي عدد سالب، خذوا عدد سالب، عوضونا بالله لا يطري البابا يولي كيدير موجب لان الاس الزوجي، مثلا ناخذ مثال، ناخذ مثلا ناقص جوج ساهله، ناقص جوج اوكار شحال تساوي ليا؟ هي ربعه، لان الناقص مع الاس الزوجي يمشي جوج اوكار اللي هي ربعه، وبالتالي ربعه غنزيدها واحد شحال تعطيني؟ خمسه، خمسه كيدير كبر من الزيرو، ناخذ زيرو يعني هو اصل، يعني هو الاصل تاع ما بين الموجب والسالب، يعني زيرو اوكاري شحال يعطيني؟ زيرو الكل اوكاري شحال يعطيني؟ هو زيرو، زيرو نزيدها واحد كتبت شحال تساوي لي؟ واحد، واحد كي دايره؟ راه اكبر من زيرو، يعني التعبير موجب، ناخذ عاوتاني شي تعبير اللي اصلا موجب، خدينا سالب ما اثرش، خدينا المنعدم ما اثرش، ناخذ سالب، ناخذ موجب مثلا جوج، خدينا جوج بلا ما نبسطلو ياك، نديرو ثلاثة، ثلاثة الكل اوكاري شحال تساوي؟ معروفة راه ماشي ستة، كاينين بعض العلماء تيديرو ليها هي ثلاثة في اثنان في حقون ستة، مشيتي فيها الغلطة اللي درتيها، نجونا ثلاثة أوكار يعني ثلاثة مضربة في ثلاثة، ثلاثة مضربة في ثلاثة اللي هي شحال؟ اللي هي تساوي، تعاود نزيدها واحد هي شحال؟ اللي هي عشرة، عشرة كيدير أكبر من الزيرو، يعني سواء التعبير سالب، سواء التعبير منعدم، سواء التعبير موجب خرج ليا هادشي كيدير موجب، قبيل علاش درت لي الإشارة تاعو؟ لأن كاين الوصف مش خطوط الوالدين تاع الناقص. واش مفهوم؟ يعني مباشرة دي دو اف، إذا
إذن ديل إف تساوي إر. فاللي ما تفهمش لي هذه فبقى يعاود الفيديو، يبقى يعاود الفيديو بشويه بشويه حتى وكان اي فهم مزيان. يعني الامر بسيط لان هذا موجب، لان ماشي دائما، لان انا اسكت لكم زوجي جوج اربعه سته ثمانيه وسير وسير بلس لانفيني، المهم عدد يكون نور، ولكن هنا شرط اساسي تكون زائد، عرفتين؟ ما تكونش ناقص، حيت الا كانت ناقص نطيح بحال الحاله اللي شنا قبل، يعني درست لها الاشاره حيت كانت ناقص قبيل. دابا انا الزائد ما عنديش معاه اني بروبليم، وقلنا الخاصيه الثانيه مستحيل ما بدخلش هضره، واخا عندك تخالف، واخا قلنا تخالف لان الخاصيه تاع تخالف هي نفس الخاصيه تاع تساوي، مستحيل جذر يعطيني ناقص جوج، يعني في مرحلة تاع تساوي اصلا محققة بالنسبة لتخالف، عمر الجذر ما يخالف لك ناقص، يخالف ناقص جوج، متفقين؟ ولكن إذا مشينا بعقلية تاع تساوي أتبان لكم حسن، لأن قلت نفس الخاصية تاع تساوي صالحة لتخالف، غير أنا هنا كان عندي تساوي ندير لها طران تخالف، يعني الأمر واضح. كان معكم اخوكم سفيان، نتمنى انكم تفهموا هذه الحاله، غير بالنسبه لهذه الحاله فالحاله نادره، يعني حتى الى صبروا يساعدوا معكم يقدروا يعطوكم بحال هذه، مي هي حاله نادره، ماشي نادره تاع سامحيني، لا حاله نادره، يعني بين قوسين يعني صعيب باش ان نلقاوها، واش متفقين؟ يعني عندها بورسونتاج بواحد في المية، متفقين؟ يعني هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي اللي هو يكون حالات جديده نخدموا عليها ونتعلموها مزيان. كان معكم اخوكم سفيان، ما تنساوش بارطاجوا مع الاصدقاء تاعكم باش تحيدوا الفيروس، تبع ان الرياضيات صعيب، الرياضيات سهل سهل سهل. نشوفوا في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.